بالإضافة لمحمود الجزار وجوزيف جوناثان وعمر رضوان وعمر بركات وأسامة عبد النعيم. والهدف والهدف الثاني الهدف الهدف يسجل الآن الهدف الثاني يسجل الآن. إذن يقرب فريق الجونة 3-2 3-2. شوف الكورة اتلعبت بسرعة هنا وخطأ أيضا في التمركز. أوه في نفسه خطأ في نفسه. أحمد فتحي يسجل هدف في مرمى الحارس علي لطفي. إذن الهدف الثاني في مرمى علي لطفي. شوف الكورة هدف